ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا شبهها دكتورة جنى؟ ليش راكدة مستعجلة؟ رامي ما قلي على فراقك دكتورة. صاير معك جنى؟ شو في؟ أنا كتير مضايقة رامي، كتير. أنا أخذت سويت هون بالأوتيل، نطلع لعندي وبنحكي على رواق، ما بدي أطلع لعند إياد. نطلع لعندي، أنا أخذ سويت لحالي هون مش مع إياد. شو في جنى؟ ليش عم تبكي؟ ما عم ببكي حبيبي أنت. Thank you.
بدي روح معك. قلت ايه او قلت لا؟ هذا الرجال مش عم بيهدد حياة اختك، يا حياة جنى، عم تفهم؟ والله ما كنت عارفك شكلوسك يا خيي، ما كنت عارف. انا بعرف انه هو مجرم ومجرم، كرمال هيك رح اشوف شو بده. لك وفكرك رايح اتفق معه على اختك؟ ايوه هلا شايفني مجوي ومجرم خيي؟ لا يا حبيبي لا، خيك مش هيك قصده. انا عارف شو قصده امي، انا عارف، بس ما انا كمان رجال ما هو رجال، عارف احمي اختي من واحد مجرم مثل هيدا. لكن ليه ما عم تخليه يروح معي؟ لانه ما فيك تروح معي، لانه ما بقعد يحكي اللي بده يقوله. انت كل عمرك توقف بوجهه، انا ولا مره اتخانقت معه. كون هلا شايفني قاعد عاطيني بالبيت لشغله اللي عملي، بقول لك درشيني بشي شغله. خليني روح شوف شو بده بشو بخبركم. يا ابني اتركه، خليه يروح يكشف لنا شو عم بخطط هالمجرم. طب انا بوصلك، كيف بدك تروح؟ بالسيرفيس. بالسيرفيس مثل العيد واجرب الحقني. اوعى تخليه يلحقني. تقبرني حبيبي، انتبه على حالك. انا ماني مصدقه. وانا كمان مش بتطمن له. شو بكون اثنينكم سوا؟ فادي، فادي مش منيح بحق حاله، بس بحياته ما اذي حدا، بحياته ما اذي نملة. جنى كتير زهانة، بدي احضر التي في. حياتي فوتي على الاوضه احضري، اذا عزتي شي عيطيلي. اوكي. سوري. صحة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بعد ما قلت لك الحمد لله على السلامة. أنا دايماً معك بالي بمشاكلي وبقصصي. نيالك على الصديقة الأنانية البلا عازة. نيالي عن جد. أنا بدي أشرب إسبريسو. أطلب لك معي؟ دبل بليز. أوكي. بدك تضلي واقفة بعيد هيك؟ لا بس ما تكوني خايفة مني. لا إياد، أكيد لا. رأيك تخافي مني؟ مالي حدا بيزت حاله على البنات هالطلع والنازلة. لو بدي اطلع مع بنات فيني كل يوم اطلع مع بنت، بس انا ما بعمل هيك لانه انا فعلا بحبها لجنى وعلاقتي فيها حلوه كتير. ايه وانا كمان، انا كتير بحبه لوسام، وعلاقتي كتير كتير منيحه فيه. كان شو هاد اللي عم بيصير بيناتنا؟ انت حاسه اللي انا عم حسه؟ اكيد، ولا ما بنكون هون لحالنا. ليش؟ ليش شو؟ ليش انا وياكي هون لحالنا؟ يمكن لحتى نفسر الشيء اللي عم يصير بيناتنا ونخلص منه، هيك نحكي فيه ونخلص منه على الآخر. نخلص؟ نخلص من شو؟ ما بعرف، بس أنا نخلص. إذا من أول لحظة شفتك فيها بجوز تقولي عن الشيء اللي بتقوله هلا كل شيء، بس أنا حسيتني أنا بعرفك من زمان. بعرف إنه هذا الشيء اللي عم نعمله كتير غلط، بس أنا ما عم بقدر، ما عم بقدر ما أضل طلع بعيونك. يمكن ما تصدقي الشيء اللي رح أقوله هلا، بس وقت شفتك رايحين أنت ووسام أنا غرت. إيه غرت. خلص إياد، خلص.
بليز خلص. اللي عم نعمله غلط. اللي عم نعمله أكيد غلط. بعرف إنه اللي عم نعمله غلط. بس اللي متأكد منه إنه رح يكون أحلى غلطة بعمري. أنا ضايعة رامي، حاسة كأنه الأفكار اللي عم تعبيلي راسي بتخوف، كأنه الماضي عم يرجع والمستقبل عم يهرب مني. نبيل رجع بكل بشاعته، إياد حس إنه عم بفل. كأنه عم تزيدي شوي، يعني معك حق. قصة نبيل بشعة كتير إنه يظهر فجأة، بس محلولة. وأنتوا الاثنين مطلقين، إذا بيقرب منك بتخبري الشرطة وبتزتي بالحبس. قصة إياد أنا حاسس إنك أنت عم تبالغي فيها كمان، لأنه ممكن تكوني متوترة، مشان هيك حسيتي إنه ممكن يكون في علاقة بينه وبين صاحبة أخوكي. أنت بتعرف إنه أنا مش بس عندي الحس السادسة، السابعة والثامنة كمان. تذكر وقت خبرتك عن الألمانية؟ كان معي حب، عمل علاقة معه وكانت اختربت علاقتنا أنا وياه. لو ما قبلت. لو ما شو؟ أنا كنت طالعة من زواج فاشل وبحبه لإياد، بس ما كان بدي أعمل معه علاقة قبل الزواج. ولما صار يطلع مع الألمانية قال لك إنه هو عم يطلع معها لأنه أنت مو قبلانة تعملي معه علاقة. طبعاً انت قبلتي، صح؟ وليه عم تحكي معي كأنك انت بعيد عن الموضوع؟ ما انت كمان بتظهر مع بنات. انت مانك بنت عادية جنى، انت ست محترمة بدك تتجوز وتعمل عيلة وتجيب أولاد. كان لازم تتجوز وتعملوا علاقة طبيعية من زمان، صاركن سنين مع بعض. وبعدين ما بدك تستقري وتجيبي أولاد؟ انت مانك صغيرة ولا انت قبلانة تضلي هيك؟ اكيد ماني قبلانة. السنين عم تمرق والعمر كله بيمرق بلحظة. ما تنسي زينة صارت صبية. ليش هيك عم تحكي رامي؟ خوفتني. خلص خلص. انا اللي عم خوفك ولا انت اللي مرعوبة من شي اللي شفتيه بين اياد وتينا؟ انا واياد منحب بعض وعلاقتنا كتير ناجحة، مستحيل يطلع ببنت مثل تينا. بعدين اياد رجال عنده اخلاق ومبادئ، مستحيل يعمل هيك بالناس اللي بحبهم وبحبوه، وخاصة وسام. يا ما ساعده من قبله، انا مخبرتك هيدا الشيء. بعدين تينا مش بس صاحبته لوسام، حبيبته وخطيبته كمان، مستحيل يعمل هيك شيء كرمال نزوة. ما هيك رامي؟ قولي ليه ساكت؟ روقي 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 شوي، خلينا نفكر بهدوء ونعرف كيف بدنا نتصرف. أنا رح لاقي لك الحل. شو هو؟ اتصلي فيه وبنرجع بنتصل فيها، وعلى القليلة بتتأكدي إنه هن الاثنين ما نم مع بعض هلا. بس أنا تلفنت له من شوي وما رد علي. معلش، رجعي اتصلي فيه مرة تانية قولي له إنه بالك مشغول عليه، بس ما تخليه يحس بشي. أوكي؟ شو؟ ما عم برد ولا هي عم ترد. ابو الفود تدل عليه ولا ايه؟ ايه اللي اخرك كده؟
بتعرف انه مبسوط ما مع سيارة. هيدا ما اسمه غنش، هيدا اسمه تشحشط على الطرقات. انت مالك بقيت تتكلم زي الكمبيوتر كده ليه؟ شو خواجة نبيل، انت شو جابك على أراضينا؟ انا فراضيكم من زمان قوي، بقالي سنتين من بعد ما سبت السعودية وجيت على هنا. خلصت كل فلوسي وبدور على شغل ومش لاقي لغاية دلوقتي. قصدك شعرتوك من السعودية ما هيك؟ يا ابو الفود ده ملف السعد، خلينا اصحاب احسن. المهم انت لسه عاطل عن العمل برضه؟ قصدك عاطل عن الحياة من اصله. بقول لك ايه صحيح يا ابو الفود؟ انا كنت شفت جانا وكان معاها عيلة صغيرة، وكانت بتقول لي ان البنت دي بنت خطيبها. انت تعرف ايه عن الموضوع ده؟ انت جايبني اتجسس على اختي؟ جسس يا عم، في حد برضه بتجسس عن بطل؟ جانا بطلت مرتك، هات القصة خلصنا منها من زمان. شوف عوقك عليها. لا بس شكلها ايه؟ اختك وقعت على راجل عاملهم يعني معاه فلوس على قلبه قد كده. انت شو فرقني معك؟ يا ابو هلوسه انا مش عارف افكر معاك بكلمتين ولا ايه؟ كل ما اكلمك كلمتين تكبسني. اطلب لك حاجه تشرب. يا متر هات واحد لبن لابو هلوسه. شو لبن؟ حليب. حليب 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 لابو هلوسه. ما تزعلش انا بهزر معاك وبقول ابو هلوسه عشان انت صاحبي. ليك وحشه والله ابو الفوت. شو عملتي فيني؟ مثل ما انت عملت فيني. أول مرة بيصير معي هيك، أول مرة بحس بكل هالمشاعر والأحاسيس تجاه مرة بهالسرعة. شو بدك احكي لك؟ كل شيء. احكي لي عنك، عن حياتك، عيلتك، كل شيء كل شيء. عيلتي، انا بنت وحيده عند اهلها. اهلي منفصلين من كثير زمان بس بعدهم عايشين تحت سقف واحد. يعني فيك تقدر التعتير يلي بيملوا بحياتي كل يوم. بعشق الرأس لما عصب برقص، لما بنبسط برقص، لما اشتاق، لما انوجع برقص. هيك بتحس انه الرأس هو صديقي الوحيد بالحياة، هو اللي بخبره كل اسراري، هو الوحيد اصلا يلي بيوقف. وسام وسام شاب لذيذ مرتب، تعرفت عليه مش من كتير زمان ونعجبنا ببعض وظهرنا مع بعض. بس هلا كتير تغير، كتير عم يتخطني، مخنوقة معه كتير، صار بده يتجوز، صار بده يجيب أولاد، وأنا مني هلا جاهزة لهيك نوع من الحالة. هالقد بتحبيه؟ بحبه كتير، بوثق فيه. من بعد ما كنت مفكرة اني بحياتي ما بوثق بالرجال، من بعد كل يلي صار معي كرماله عملت كتير اشياء،
شيء ما كنت بحلم اني اعمله، بس ما بنكر انه هو اللي شجعني، هو اللي خلاني اطلع من كل شيء مرق معي، هو اللي خلاني ارجع احس اني مرة بتحلم بالبيت وبالعيلة وبالامور. خلاكي تحسيهم ايه، بس ما خلاكي تعيشيهم. بس بالمستقبل رح عيشهم، اياد بحبني اكيد، وسوا رح يكون عنا عائلة واولاد. طيب انا ما عاد عندي شيء اقوله الحقيقة. خلص رامي انت روح ارتاح هلا، بعدك واصل وانا تعبتك بقصصي ومشاكلي. اتصل باصحابك، ما بعرف شو بتعمل. لازم اتصل باخي يزن واقنعه بركي بيجي لهون لحتى اتفاهم معه. يزن عم يعمل مشاكل كثير وشاغل راسي. انا راح اطلع على السويت تبعي ضبط اغراضي وبعدين بشوفك، اذا بدك اي شيء حاكيني. رامي بحبك، بحبك صديقي. انت وجنى شو؟ صار ليل، بتصور اذا بنبقى هيك ما مقرر اننا نمشي هلا هلا هلا، رح نقعد لبكره الصبح. مشكلة. ما في مشكلة، بس أصلاً بيكونوا أنا هلأ مكسرين التليفونات علي، خاصة وسام. وأنا كمان كنت أقول كتير. طيب هلأ بس أطلع من هون رح أحكي مع جنى، بس أنتي ما تحكي مع وسام فوراً، استني شي ساعة وبعدين دقي له. اوكي شو بك؟ ما عم فكر شو بدي اقول له. ايه شو بدك تقولي له؟ رح اقول له انه كنت عند رفيقتي سوريا، ما بعرف هلا بقدر اقول له خبريه بانه تركت التليفون سايلنت او شيء. أنا رح أقول له إني أنا كنت في المستشفى عند أمي، يلا شو بك؟ هذه أول مرة بضطر إني كذب على حدا، تصدق؟ أنا ولا مرة كنت مع حدا وظهرت مع حدا تاني يعني بنفس الوقت، انه ولا مرة اضطريت اني كذب. ندمانة؟ ندمانة؟ هاي. هاي. شو الأخبار؟ في شي جديد؟ إيه حكيني، كان بالمستشفى وجاي لهون، سألني عن زينة، قلت له أنت عندي بده يشوفك. ليش لأ؟ وأنتي صدقتي إنه هو كان بالمستشفى؟ بصراحة سألت وسام إذا حكى مع تينا، قال لي لأ، وده قال لي ما ردت عليه. بعرف ليش عم تضحك، إنه هني طبخينا سوا، ما هيك؟ أنا هيك بس حكيت معه وارتحت، ما بعرف ليه. طيب كتير منيح، المهم إنه أنت تكوني رايقة. أكيد هيدا هو. أهلا. هاي حبيبي. هاي. على سلامتك رامي، شو؟ مالك قدر على فراقنا شايف. الله يسلمك، إيه غرت منكم الحقيقة. هو كان عندي كم يوم إجازة، فقلت هي فرصة أنزل لهون، في عندي صحابي بدي يشوفون وحل كم مشكلة. البقية بحياتك. حياتك الباقية.
شو وين زينة؟ حبيبتي غفلتي وعم تحضر تي في. تينا كثير عم تعبها بالراس. منيح منيح. شو رأيكم اليوم نطلع نتعشى سوا؟ والله أنا ما خرج. مثل ما لك شايف الوالدة متوفية وأنا تعبان شوي. روح تعشوا مع بعض. حبيبتي طلعي تعشي معه. وما تحملي هم زينة، أنا بغطي الموضوع. لا حبيبي. إذا بده أطلع بدك تطلع معنا، أوكي؟ وشو رأيكم نقول لتينا وسام يطلعوا معنا؟ حبيبتي والله أنا تعبان كثير وما خرج. يعني 5 ساعات عم بشتغل بوراق المشفى وراق الحدود. والله مالي قدران. إيه؟ عذريني هالمرة. أنا رح أشوف زينة. يلا بالإذن. ولا كلمة. بعدين بنحكي. طيب. لا تقولي لحدا يجي معنا على العشاء. خلينا نقعد ونروح على بعض. لنا زمان ما حكينا. اوكي. ليه بعدك ساكت؟ ليه ما عم ترد على تليفونك؟ بعدك مع هيدا الواطي الكلب؟ ومين قال لك بعدني معه لهلا؟ كنت بالمكتبة عم جيب شوية قصص ومجلات تسلي يعني. وهو شو كان بده؟ خبرني انه من فترة اجى على لبنان قاعد بلا شغل وما معه مصاري. يعني صار يشكي وينعي يشكي وينعي. هيدا اللي كنا قصني بعد. وانت شو خصك بهالقصة؟ خبرني انه التقى بجنى وكانت معها بنت هيدا اياد. عرف انه هي خاطبة وبدها تتجوز. سألني اذا ممكن ترجع له. شو؟ ترجع له؟ مجنون هيدا؟ قلت له اللي لازم يسمعه فلينا. زيارة بلا طعمة. خلص نسوه، شلوه من راسكم. بس لما حضرته لحقه على الاوتيل وضربها وكان بده يقتلها ما كان مبين انه رح تخلص قصته بهالسهولة. بس ما حدا قال لي انه ضربها وكان بده يقتلها. الخبرية بتخوف. الزلمة ناوي على الشر. ما هيك حسسني. يمكن كذب علي. على كل حال إلا ما يرجع يتصل فيي نبقى بنعرف. أمي ماني مصدقه. كيف يعني مانك مصدقه ابني؟ يعني ماني مصدقه إنه بعت وراه بس ليقول له رجعني لجنى. لفادي بيمون على جنى؟ نبيل بيعرف كتير منيح إنه فادي ما بيمون على جنى ولا على حدا ماما. صار حديث مهم بيناتهم. هو عم بخبيه عنه. قلت لكم خليني روح معه ما قبلته انتو. انا فايت عقولتي. وينك تينا وينك؟ روق وسام شو بيك هيك عم بتصرخ؟ ليه بعدك لهلا ما عم تردي علي؟ هلا بعدني واصلة على البيت. كنت عند صاحبتي كان عندها مشكلة بصحتها ونسيت التليفون بالغلط بالسيارة وما انتبهت له غير ما رجعت نزلت على السيارة وشفته. مين هيدي صاحبتك؟ ما انا بعرفهم كلهم. عم بتكذبني يعني؟ صاحبتي عبير. بدك للصراحة؟ ماني مصدقك. ايه سوري ما فيي اعمل لك شيء. لما تصدقني تبقى احكيني. انا طالعة على البيت ورح نام. انا كثير متضايقة بس بدك احكيني اوكي؟ تينا ليه عم تحكي معي بهاللهجة؟ ليه عم تعملي معي هيك؟ انت اللي عم تحكي معي بلهجة بشعة كثير. عم بتكذبني كمان. وسام اذا بتريد انا تعبانة وتلفانة، اعصابي منهارة. خفت على صاحبتي كثير بس الحمد لله ما طلع في شيء من بعد ما نرعب قلبنا عليها. اذا بتريد مش قادره اسمع هذا النوع من الحكي المأذي. اوكي تينا بليز فهميني، انا مشتاق لك. ما بعرف انت شو صاير لك. ما صاير لي شيء، ما صاير لي شيء. عم بشتغل مثل الحماره كل الليل وكل النهار. انا عصبي تلفاني وسام، بس بدك شي احكيني. انا على السمع. اوكي اوكي حبيبه بعتذر انا. ايه باي باي حبيبه. انتبه على حالك. شبك أخي؟ بشو صافي؟ فكرت باللي قلت لك يا؟ شو يعني؟ يو شبنا؟
يوه ليش ضايع؟ بقصة إياد وزهرة. شريفة يا أختي، نحن بشو وأنت بشو؟ أم محمود بالبراد وأنت قاعدة تدبري عرسان؟ أنا عم فكر بهالدنيا اللي ما بتسوى شيء، عم فكر بأم محمود حبيبة قلبي، شلون تاركينا لوحدة ببراد مسقع؟ شلون؟ تلاقيها هلا جبتاني مثل الخشبة. وحد الله لك أخي، وحد الله. شو هالحكي هذا؟ يو أنت إنسان مؤمن وهي حال الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هلا هي راحت ونحن بكرة لحقينا، بس الحياة هلا قدامنا ولازم نعيشها بحلوة وبمرة. يلي عم تقولي بعرفه مليح ومآمن فيه على الأخير، بس أنا الدنيا عزتني قهرتني كتير إنه كيف تركنا أرضنا وهجرناها، وكيف ماتت هالمعترة بالغربة. إيه بس الحمد لله، هاي ابنة رح ياخدها ويدفنها ببلدها. إيه والله والله والله، إياد ما في منه، بيسوى تقله ذهب، مشان هيك ما لازم تخليه يسافر لحتى ما يرجع ينسانا 20 سنة كمان. هلا إجا لأنه بيحب أمه، وإجا مشان يعمل واجباته تجاهها، بس غير هيك ما بقى تشوفه وحياته، يعني إذا سافر ما له راجع. طيب أنا شو فيني ساوي له؟ هاي حياته هو حر فيها. يو شو حر وما حر أنت التاني؟ اوعى تستسلم لك أخي، اوعى تستسلم وتترك ابنك يصرف ثروته على وحدة عم تضحك عليه. ايه شبك عم تطلع فيني هيك؟ واضح إنه إياد في عنده ثروة كتير كبيرة، وإذا هالمرأة يلي حايمة حواليه قدرت تقنعه يتجوزها، ساعتها أكيد بدها تبلصه، وهيك أنت بتخسر ابنك وهو بيخسر ثروته كلها. بقى أنا رأيي نقنعه يتجوز زهرة، البنت معترة ودرويشة وما عندها مشاكل، يعني لا بتعرف تخطط ولا بتعرف تنفس، بالعكس إذا تجوزها بيرجع بيحن علينا وبيساعدنا كلنا، مشان هيك لازم تعمل اللي بدي قلك عليه. طيب قولي لنشوف. نحن بكرة كلياتنا بدنا ننزل معك على بيروت، ولح تنزل معنا جمال وزهرة، وهنيك ببيروت بدنا نعمل المستحيل أنا وياك لحتى نلفت نظره لهالبنت. بعدين أنتوا رايحين على هالطريق مسافرين على بلدنا مشان بعد لحمة، مشان تدفنوا المرحومة قتلي حمى عليها والله يرحمها، بترجع بتذكره بقصة زهرة. شوف شو بتقله، اسمع منيحة. البنت بعدها صغيرة وما باستلما غير أمها، ومهذبة وموجبة ودرويشة ومرباية وحنونة، وبعدين البنت حلوة حلوة مثل القمر، وبترجع بتقله ما باستمة غير أمها. قلي ليش؟ ليش؟ لأنه كل الرجال اللي عايشين برا بيشوفوا الويل من النسوان الفلتانين اللي هني، مشان هيك لما بيرجعوا بيتجوزوا عروس الأهل هنن اللي بيختاروها. طيب طيب لنشوف. صدقني لك أخي، أنا مو جاييني شي من هالقصة كلها، يعني أنت يلي لازم تصر على هالموضوع مشان نعرف نرجع نوقف على رجلينا من أول وجديد. هلأ قلي إذا خلصت الحرب مين بده يرجع يعمر لنا هالبيوت؟ كيف بدنا نعيش مثل الأول؟ فكر أخي فكر، إياد هو الحل وحياتك. برافو برافو برافو. عم تتمسخري؟ معناتها الله يعينك ويساعدك بكرة لما صير نجم ويصير عندي معجبين وبنات وأرقام تليفونات، ولحق يا مجد على توقيع مجد خليل، يا ترى شو رح يصير فيكي؟ شو يعني بتبطل تعرفني؟ هل هذا اللي طلع معك؟ على فكرة بالعكس، بصير بحبك كتير ومحتاج لك كتير كتير. إيه هذا حكي بكرة بتنسي. ما فشرتي؟ على فكرة أنا ابن أصل،
ومجد لما بيحب بيحب من قلبه. بعدين ملاحظة، مجد بيحب زهرة. ايه تذكريها. خلاص هلا يلا مثلني، صار لك زمان ما مثلتني. أنا شخصية بتحبي؟ شوفير الباص أبو هيثم؟ هذا واحد. يلا يلا جاهزة؟ جاهزة. واحد اثنين. محسوبك أبو هيثم، من غمزة بوقع عليه خمسة. أبو هيثم اتجوز أم هيثم وجاب هيثم واعتدال وصبري وتسنيم، بس كانت عينه كتير بيضة وزايغة. ليه؟ لأنه كان يحب وحدة اسمها زهرة. شنو كانت كتير كتير بتاخد العقل. وشو كان بده منها؟ تقبشي قلبه لأنا. إيه؟ لا أنا كمان. يلا شو بدك أنا شخصية هلأ؟ اجا بكير وكان كتير متضايق، فات على اوضته بعده لهلأ ما ظهر. بس انا كل شوي بحط ايدي على الباب، سمعته عم يحكي ويصرخ على التليفون. ريته عم يتخانق مع هيدي زيته. ريته الله لا يوفقها، ريته الله لا يوفقها. دخيلك يا امي، خلص راسي رح ينفجر، تعبانه وبدي فوت ارتاح. بس انا عم بقول لك انه بيك اجا بكير وصار بحاله بالاوضه. ايه وانا كمان فيت اسرب حالي بالاوضه، تعبانه وبدي ارتاح. وانا مين بيقعد معي؟ انا هيك بدي ضلني عايشه الا وحده وزهقانه وما في حدا احكي معه؟ دور التلفزيون، حطي موسيقى على العالي، ارقصي، غني، عملي حيلا شيء شغلي حالك فيه. بس انا وحيده. كل مره نفس الشيء بدنا نعيده. وانا كمان وحيده ماما، وتعبانه، تعبانه كثير. واو برافو زنزوني. انا الوحيده بين كل تلاميذ اللاتينا اللي بقدر ابرم ثلاث برمات كاملين. اصلا ثلاث برمات كاملين؟ واو. شو بدك تعملي هلا؟ رح فوت احضر تي في. ايه يلا روحي احضري شي موفي. يلا زنزون هي جنى افتحي لها. هاي جنى. هلو. هاي شو هالحلو هاد؟ جينز وجلد وكذا، مظبطة أمورك؟ دهنا أنا ورامي وأصحابه قالوا لي المحل هيك لذيذ وما بده جخ كتير، فقلت بظهر سبور. شو رأيك؟ أي حلو كتير. شو ما لبستي حلو. بليز تعا معنا أنت وزنزون. الله يخليك. مالي قدرة عن جد عزريني، هيك تعبان من جوا مالي مرتاح. طيب خلص أنا ما رح روح، ببقى معكم. لا 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 جذبة أنت. هي هالمرة سمحت لك انك تروحي لحالك من دوني. اسمعي مني واستغلي الفرصة. طيب بس ما تشغل لي بالي. الله يخليك. مش طالفين لك 100 مرة وما ترد. بموت. بيجيني 100 فكرة بشعة. لا طمني حبيبي، روحي وانبسطي، بس خففي لي هدول هيك عرفتيهم تطليعات بتعمليهم. شايفك انا معي ناضور. وأنا كمان معي نادور وشايفتك، بس أنا ما بشوف رجال أجمل منك. يلا حبيبي روحي وانبسطي. يلا أوكي باي باي.
بدك ياني اجي لعندك حبيبه؟ معلش وسام معلش، تعبانه شوي وبدي ارتاح. خلص بكره بشوفك على الغداء وبنحكي على رواق بكره. يعني مانك زعلانه مني؟ ابدا ابدا. طيب يا قلبي بونوي. أنا ظهر أتعشى أنا ورامي. إياد بقي بالأوتيل تعبان شوي. وإنت شو عامل؟ أنا كمان حكيت مع تينا، تعبان شوي بقيت بالبيت. إنت زعلانة مني. أنا زعلت لأنه إنت حشيتي لي براسي أفكار وأنا خفت. بس بتعرفي شو؟ عم فكر أعملها سوربريز. بركي بجيب لها ورود على البيت وبعطيهم لأمها. شو قولك؟ فكرة بتجنن. يلا صلحة مباركة. نحكي حبيبي. باي أختي باي. هاي هاي. تفضلي ست جنى. شوي امشي معي امشي ولا حرف. يلا تعال. يا مجنون أنا بلندن ما طلعت على الموتور. هون رح تطلع. يلا بقوتي وعم بيجعني شوي راسي. عم فكر بحدا ومشتاقة شلون لعيونه. طيب شو رأيك إذا قلت لك إنه هذا الحدا جاي لعندك هلا على البيت زيارة هو وبنته لأنه اشتاق لك؟ مثل الايام قلبك كسر قلبك.
ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الايام كنا انا وانت بقلبك محلي وجوا قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا